تعالوا النهارده نحضر مع بعض العجه بطريقه سهله جدا ومبسطه وما فيهاش اي حاجه وتطلع معاكي ناجحه، وكمان يعني منها عجه ومنها بيتزا، حاجه كده ميكس ما بين الاثنين، طعم جامد بجد، لازم تجربيها وتحكمي بنفسك. اول حاجه عندي هنا طماطم، دول حوالي من 5 ل6 طماطمات كبار، قطعتهم صغير كده. عندي هنا شبت على بقدونس، حزمه شبت على حزمه بقدونس، الخضره معاكي مفتوحه ممكن تزودي عن كده. الشبت هنا بيدي ريحه حلوه قوي وطعم حلو قوي للعجه. عندي كمان هنا دول معلقتين كبار من الدقيق، عندي هنا دول 3 بصلات مقطعهم صغير بالشكل ده، عندي كمان 3 من البيض اهم بالشكل ده كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. في حله كده حطيت شويه من الزيت بالشكل ده، سيبهم ان هم يسخنوا معايا، بكون مجهزه البصل، هنزل بالبصل بقى دلوقتي كده بالشكل ده. انا عايزه اتبل البصل معايا، هنا هقلب البصل لمده اللي هو يا دوبك يغير لونه حاجه بسيطه جدا، اهم حاجه ما يكونش فيه ميه، برضه يعني انا اقلبه كده على النار بالشكل ده لمده حوالي دقيقه بالظبط. في المرحله دي هلاحظ ان البصل لونه اتغير معايا شويه، حاجه بسيطه جدا ان هو دبل معايا غير الاول. هنزل بالطماطم، عايزه اقول لك الزيت اللي احنا حطيناه مش كتير، وابدا ان انا اقلب زي ما انتم شايفين كده. حطيت كمان البهارات هنا، ملح وفلفل اسود وشطه، عايزه تزودي اي بهارات تانية براحتك. قلبت الطماطم مع البصل مع البهارات بالشكل ده، احنا قلنا الزيت كميته مش كبيره، حوالي 2 ل3 معالق، ما تزوديش عن كده. تمام، هسيبها بقى على النار تاخد وتدي مع بعض لحد ما تتسبك خالص. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. جبت هنا البيض، هحط عليه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر او بيكربونات موجود عندك، تمام، نص معلقه صغيره. وعندي كمان هنا ايه الدقيق، اللي هم 2 معلقة دقيق، هحطهم كده عليه برضو، وهضيف عليه رشه من الفلفل الاسود، هحط هنا الملح حاجه بسيطه لان احنا حاطين في الخليط التاني فما تزوديش، حط كده حاجه بسيطه، وهحط كمان فلفل اسود زي ما اتفقنا. طبعا احنا حاطين بهارات هناك، بس انا برضو ايه بحط حاجه بسيطه كده، واحط كمان شطه ودي اختياريه، عايزه تحطي فلفل متقطع عادي مفيش مشاكل، اهو بالشكل ده كده حطيت البهارات بتاعتي كلها. ابدا ان انا ادمجهم مع بعض بقى كويس. بالشكل ده كده اهو، حاول ان ادخل كل المكونات مع بعض اهو، بمعلقه بقى بشوكه، أي ممكن بمضرب يدوي المتاح عندك يعني. طبعا الخليط اللي على النار راح جايه تقلبي فيه، ويا ريت على نار هاديه. هنا عشان الخليط ما يغلبكيش قلبيه بالمضرب اليدوي. عايزه اقولك ان البيض هنا اختياري براحتك، ممكن تاخد معاكي لحد 7 8 بيضات، ما بتقولش لا يعني. هي احلى حاجه فيها ان هي دي بقى اكلتها للاطفال، حلو جدا ان انت تحطي بيض بالكميه اللي انت عايزاها. بصي كده الخليط فك معاكي ما فيهوش اي كلاكيه، وده اللي احنا محتاجينه، حاولي تفكيه على قد ما تقدري. احلى حاجه المضرب اليدوي هيفك معاكي بكل سهوله، كمان اسرع من الشوكه. ما فيش مضرب يدوي عادي، الشوكه برضو ايه هتفك بيها، يعني مفيش حاجه ايه هتقف معاكي، الجيش قالك اتصرفي فلازم تتصرفي. هنلاحظ هنا ان الخليط ده خلاص بقى جاهز عندنا كده، نشوف بقى اللي على النار. بصوا بقى الخليط اللي على النار منزل ميه ازاي، انا مش عايزه فيه اي ميه، انا عايزاه يتثبت معايا، ويا ريت وانت رايحه وانت جايه كده تقلبي في الطماطم، يعني ايه تقلبي فيها وتدوسي عليها يعني، عشان ايه ما تبقاش مصححه كده، لا اللي هي ايه الحتت كلها تستطر معاكي. تمام، طبعا البقدونس والشبت انا مش هنزله دلوقتي خالص، طول ما هي سخنه اوعي تنزليه، لان لو نزل وهي سخنه هيسود، هو لونه هيسود هيبقى شكله مش لطيف يعني، فهو لونه مخضر كده بيبقى احلى، وهنعرف ازاي نحافظ على لونه دلوقتي. زي ما انتم شايفين هنا الخليط بقى دافي معايا، هنزل بقى بالبقدونس، طفيت عليه وسبته دافى معايا خالص بقى دافي كده، هنزل في البقدونس. هنا بقى البقدونس هيحتفظ بلونه، هيدبل بس هيحتفظ بلونه مش هيسود،
بعد ما حطيت كده البقدونس، بصوا لونه زي ما هو ازاي. طبعا اوعي تنزلي بالبيض والحاجه معاكي سخنه، هيستوى معاكي. هنزل هنا بقى بالبيض اللي احنا حضرناه، البيض والدقيق والمبكر، وابدا اني اقلب كل المكونات دي مع بعض. اهو كده الخليط بتاع العجه بقى جاهز عندي بالشكل ده. هنا عندك اختيارين، يا تحطيه في صينيه وتدخليها الفرن، يا اما تعمليها في الطاسه قرص. ما انتوا شايفين كده، فضيت الخليط في صينيه وهدخله بقى الفرن واوريكي شكلها لما تستوي. ما انتوا شايفين كده حبايبي، ده شكل بقى العجه بعد ما خلصت. بصوا ما شاء الله طلع حلو ازاي، حاجه تحفه بجد. جربوها وقولوا لي رايكم، هستنى رايكم في الكومنتات. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. استنوني فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.